بسم الله، ممكن من خلال الريفت نرسم فاونديشن للوول. اقول له هنا فاونديشن وول وابدا اختار الماس بتاعها. ده الماتيريال، ده الاستراكشر، ده الويتس بتاعي، ده الثيكنس. بعد كده هاجي اختار الحوايط، ممكن لو هما كلهم متصلين هدوس بس تاب اعلام عليهم كلهم، ويروح هو عمل لي الفاونديشن بالشكل دوت. خلينا نشوفها 3D بالشكل ده، وتقدر تشوف موضوع التسليح اهوت والدايمنشن الخصائص بتاعتها والفوليوم بتاعتها قد ايه.